أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسئلة عن الإيمان، ومعنا الضيف العزيز القمة زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أهلا بكم. لقد تكلمنا في الحلقة الأخيرة عن موضوع كان شائك جدا وأثار ردود كثيرة من الناس والمشاهدين، وكان هناك رفض شديد لما قلته في الحلقة الماضية أن هناك بعض الآيات موحى بها من الشيطان، فهذا شيء صعب القبول. الواقع أنه طبعا كل حاجة بتصدم لما الواحد يسمعها لأول مرة، لكن هذا الأمر الذي أثاره النسفي وتكلم عنه الجلالان وتكلم عنه الإمام النحاس أبو جعفر النحاس في كتاب النسخ والمنسوخ صفحة 225، وابن سلامة في كتابه النسخ والمنسوخ صفحة 39، وابن سعد في الطبقات الكبرى، والقرطبي في 6 مواقع من تفسيره، وابن حزم 3 مرات في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، والشيخ الألباني في كتابه نصب المجانيق صفحة 10. أنت كنت ذكرت أنه موجود على موقع الأزهر أيضا في الجلالين، وتشال من الأزمن بتاع وتكتب تحته لا يوجد لها تفسير الآية دي. Anyhow، الآية دي لما جت لها قصص، بأن ما هي هذه الآية من فضلك تعيد الآية؟ الآية بتاعت لما محمد قال أرأيت اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وزود بقى وقال تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى. غرانيق يعني النبلاء العظماء الشرفاء، شفاعتهم ودولت منات واللات والعزة دول أصنام. فهو أقرأ لك ما كتبه الواحدي في كتابه أسباب نزول القرآن، قال لما رأى رسول الله قومه بيتولون عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب بينه وبين قومه، وذلك لحرصه على إيمانهم. فجلس ذات يوم في ناد من أندية قريش كثير أهله، وأحب يومئذ أن يأتيه من الله تعالى شيء وتمنى ذلك، فأنزل الله تعالى والنجم إذا هوى، فقرأها رسول الله حتى بلغ أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه وتمناه تلك الغرانيق العلا إن شفعتنا. فلما سمعت قريش ذلك فرحوا، ومضى رسول الله في قراءته فقرأ السورة كلها، وسجد في آخر السورة فسجد المسلمون بسجوده، وسجد جميع من في المسجد من المشركين. ما هو لقوا اللات والعزة ومنات بتاعتهم بقوا شفاعتهم، ما كنتش عايز غير الشفاعة بتاعتهم، فلم يبقى في المسجد مؤمن ولا كافر إلا وسجد إلى آخره. وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا، وقالوا قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق، لكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، يعني بيؤمنوا بالله الواحد لكن دي لهم الشفاعة، فإن جعل لها محمدا نصيبا فنحن معه. فلما أمسى رسول الله أتاه جبريل عليه السلام فقال ماذا صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله سبحانه وتعالى وقلت ما لم أقل لك. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وخاف من الله خوفا كبيرا، فأنزل الله تعالى هذه الآية وما أرسلنا من قبلك رسول ولا نبي. فقالت قريش ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله فازدادوا شرا إلى ما كانوا. ما تكملت هذا، ذكرت أنه ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته، دي الآية. إذا تمنى ألقى الشيطان في رؤيا. فأخبرنا أبو بكر الحارثي عن سعيد بن جبير قال قرأ رسول الله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان على لسان تلك الغرانيق العلا شفاعتهن لا ترتجى إلى آخره، هذا من الشيطان. لكن لما جبريل
قال له ان انا ما قلتلكش ده وان ده القى الشيطان. قال له كده وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. القى له كلاما. مذكوره فين هاي الايه في السوره؟ السوره دي مذكوره في حاضر معروفه هي يعني لكن انا اطلعها لك هي فين يعني غايبه عني دلوقتي. اتفضل اخد بحضرتك. فالقى في ذهنه وبعدين اتنسخت بقى عشان خاطر كده يقول لك ايه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. يا ساتر. فيقول لك بقى في ايه ثانيه ينسخ الله ما يلقي الشيطان وينسخ الله ما يلقي الشيطان. على فكره الايه الاولى بتاعت وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان سوره الحج. سورة آية الحج آية 52 وهاي الآية موجودة الآن. موجودة في ممكن موجودة في المصحف. أنا أريد أن المشاهد يتحقق من هذه الآيات. طبعا. نعم. أوكي نكتفي بهذا القدر الموضوع ولأنه جاءنا سؤال أيضا حيث أعلن الدكتور محمد عمارة ومن قبله أيضا الشيخ متولي الشعراوي ومن قبلهما الداعية أحمد ديدات بأن كتابكم المقدس من توراة وإنجيل هو كتاب محرف. ولا ندري مصادر الأساطير التي يحتويها. أفلا خسئت بن حسين أفلا خسئت أيها المنافق. عفوا. شكرا جزيلا. بس قبل ما نختم الموضوع اللي فات ليه تعليقين صغيرين قوي. تفضل. ممكن؟ تفضل. بس عشان المشاهد. نعم. تعليق أولاني أنا بندهش من هذا الكلام وفي حتة في سورة الجن. في سورة طبعا باسم سورة الجن. كلها كلام الجن. ده كتاب تفسير الجلالين جلال الدين الجلالين. نعم تفضل. تفضل. في تفسير الجلالين عايز اقرا لك اللي فيه. نعم. ولا مخزى في سوره الجن يقول ايه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فكل الصورة كلها فقالوا الجن فقالوا برضو بسيبها للمشاهد عشان يبقى يراجع فيها الإيه إزاي بقى يبقى صورة كاملة. نعم. من الجن. نعم. دي شغلانة. حاجة تانية في سورة النمل آية 98 يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. إنه ليس له سلطان الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وإنما سلطانه على الذين يتولونه يخلوه ولي عليهم يعني والذين هم به مشركون. الآية دي يتعايز المشاهد يحطها قصاد الشيطان بينطق على لسانه ويقول الغرانيق العلا. لا ده الشيطان مالوش سلطان الا على الذين يتولونه وبه يشركون. لكن اللي بيؤمن بربنا واللي متكل على ربنا ليس له سلطان. انا مش عايز استنتج لكن عايز اسيب القضيتين دولت قدام فطنة القارئ وذكائه ويروح بيها لاي حته ويسال. ليس له السلطان ليس له الشيطان ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. أمال سلطانه على مين؟ على الذين يتولونه يبقى ولي عليهم يخضعونه وبه مشركون. طيب أمال كان ليه سلطان يقول آيات حاجات أنا أسيبها اتفضل حضرتك أنت قلت لي. نعم. الموضوع الجديد بتاع هي معلومات مريرة وشائقة جدا نتركها للمشاهد. للمشاهد. أوكي. هو السؤال مرة أخرى أعلن دكتور محمد عمارة ومن قبله أيضا الشيخ متولي الشعراوي ومن قبلهم الداعي أحمد ديدات أن كتابكم المقدس من توراة وإنجيل هو كتاب محرف ولا ندري مصادر الأساطير التي يحتويها أفلا خسئت أيها المنافق. أنا بشكر الذي بعت هذه الشتيمة لأن الحقيقة بناخد بركة. ليه؟ لأن المسيح قال كده قال طباكم إذا عيروكم وقالوا فيكم جميع الناس أو طباكم إذا عيروكم أو طردوكم طوبى لكم يعني وقالوا لكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين صح؟ يبقى إذن الشتيمة ديت أنا خدت عليها بركة.
بالتأكيد. وإحنا ما بنأثرش في الحاجات الشخصية، إحنا بنتكلم على موضوعات. بيقول إن الكتاب المقدس محرف. في الواقع كلمة إن الكتاب المقدس محرف ده طعن في الرسول نفسه، لأن الرسول نفسه قال قل فأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه، التوراة والإنجيل. فلما هو يقول اتحرف يبقى النبي بتاعه كان بيقول كده الكلام ده ليه؟ مشكلة كان بيستشهد في شيء مغلوط يعني. أنا عارف ده مش بس كده، بيشهد له أنه ما فيش أهدى منهم. نعم. وبعدين برضو بيطعن في القرآن لأنه بيقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مش هو اللي نزل الإنجيل والتوراة؟ نعم. طب ما حفظوش ليه؟ فدي طعن في القرآن. نعم. فسيب حكاية التحريف ديت لأصحابها. لكن حكاية أن المصادر الأساطير اللي في الكتاب المقدس، أنا طبعا ما بحجرش أنه زي ما عايز. نعم. احنا عندنا اساطير ومش عارف مصادرها، احنا ما عندناش اساطير، كلام بتاعنا كلام تاريخي محدد وواضح، وشهد له النبي ان ده الانجيل فيه هدى ونور، وقال لو انت في شك منه اسال اللي الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فدي شهاده عن صحتك. نعم. لكن اتى لما في حريه بالشكل ده بقى. نعم. مع الاخ القارئ، وانا مبسوط جدا المشاهد يعني، وانا مبسوط جدا ان احنا وصلنا الى مستوى الحريه هذه. دعني اسال ما هي مصادر الاساطير التي في القران، او مصادر القران التي من الاساطير؟ حرية التعبير مكفولة بقوانين بقانون الحريات. فالسائل عبر عن نفسه بحرية، وأنت أيضا تعبر في حرية، فتفضل. أشكرك. أولا ليس معنى كلامي لا يؤخذ خطأ أن أنا بستهزئ بالمسلمين. نعم. لكن إحنا بنطرح الأمور على بساط البحث والدراسة والتفكير وهكذا. حاجة تانية نحب أن أنا أشير إلى كلام قاله الدكتور طه حسين عن التفكير العلمي المنطقي. أنا عايزين نرقى بالحوارات إلى مستوى التفكير المنطقي العلمي. نعم. اللي بيحترم الرأي والرأي الآخر. نعم. بس الدكتور طه حسين قال حتة مهمة قوي. قال إيه في كتابه الشعر الجاهلي صفحة 11 و 12، قال القاعدة الأساسية لمنهج البحث العلمي هي أن يتجرد الباحث من كل شيء. نعم. من كل شيء كان يعلمه من قبل، يجرد، وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلوا تاما. والناس جميعا يعلمون أن هذا المنهج الذي سخط عليه أنصار القديم في الدين والفلسفة يوم ظهر قد كان من أخصب المناهج وأقومها وأحسنها أثرا، وأنه الطابع الذي يمتاز به هذا العصر الحديث، فيجب ألا نتقيد بشيء ولا نزعا لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح. دي حتى بنفتقر ليها الصحيح في الشرق كله. ما عندناش منهج علمي بحثي. نعم. عندنا تحيزات وخلاص. ولا أريد أن يصدم أحد بسبب أسئلتي عن المصادر التي استقى منها النبي محمد قرآنه، فإنني أتساءل بمحبة خالصة ونزاهة صادقة لنصل إلى الحقيقة المنشودة. وبالطبع الأمر مطروح للمناقشة، ويستطيع علماء المسلمين أن يوضحوا وجهات نظرهم في هذه المناقشات بكل حرية، والإتيان بالأدلة الموثقة والالتزام بالمنطق السليم. وماذا تقصد بقولك المصادر التي استقى منها النبي محمد قرآنه؟ ألا يؤمن جميع المسلمين أن القرآن مصدره هو الوحي؟ ده كلام وجهة نظر سليمة، لكن تعال بينا، تعال بينا إلى بعض الآيات القرآنية والنقش في سورة الفرقان من آية 4-6. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك قد افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يبقى فيه ناس بيقولوا إنه كان أساطير في زمن النبي. سورة دي سورة الفرقان آية 4-6. نعم. في سورة النحل آية 103.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي. يعني بيقولوا بيعلمه بشر، لكن البشر اللي انتم بتقولوا عنه ده أعجمي، لكن القرآن عربي. أوكي. من هذه الآيات يتضح لنا أمرين. الأمر الأول أن النبي قد أكد أن القرآن هو وحي من عند الله، قد أنزله الذي يعلمه السر. والأمر الثاني الذي يتضح أيضا من هذه الآيات هو أن المعاصرين للنبي محمد كان لهم رأي آخر. توجز هذه الآيات في النقاط التالية. واحد، أن ما أتى به محمد النبي هو كذب. سورة الفرقان آية 4 قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك. اثنين، أن النبي قد افتراه مدعيا أن هذا وحي. سورة الفرقان آية 4 إن هذا إلا إفك قد افتراه. ثلاثة، قد أعانه على ذلك آخرون. سورة الفرقان آية 4 وأعانه عليه قوم آخرون. أربعة، أن هؤلاء قد أملوه عليه. سورة الفرقان 5 فهي تملى عليه. خمسة، وأن هناك بشرا علموه هذا الكلام في سورة النحل 103 إنما يعلمه بشر. وأن ما أتى به دي ستة. سادس حاجة بقى، وأن ما أتى به هو عبارة عن قصص كانت موجودة في كتب الأقدمين، وقالوا في سورة الفرقان قالوا أساطير الأولين اكتتبها. يبقى إذن الآيات القرآنية فيه ناس كتير قالوا أن دي أساطير، وناس بيعلموها له. هو بيقول لا، ده كلام من الله. في وجهتي نظر موجودة في الموضوع. أنت عودت المشاهدين أن لا تكتفي برأيك، بل تؤيد رأيك بأقوال الفقهاء والمفسرين، فهل لديك من أقوال أخرى؟ عندك حق. عندك حق. يسعدني أن أحترم عقلية المشاهد الكريم ولا أدعي لنفسي العلم، وإني أستغفر الله. فنأتي إلى تفاسير الفقهاء. تفسير الإمام النسفي جزء 3 صفحة 233 و234 قوله، النسفي بيقول قوله إن هذا إلا إفك قد افتراه، تفسيره أي كذب اختلقه من عند نفسه، ده كلام الناس. اثنين، قوله وأعانه عليه قوم آخرون أي اليهود وعداس غلام عتبة ويسار وأبو فكيه الرومي. وقوله قالوا أساطير الأولين اكتتبها أي أحاديث المتقدمين كتبها لنفسه. ده مين؟ ده النسفي. ناتي للنيسابوري في غرائب القرآن جزء 7 وصفحة 99 تعليقا على إنما يعلمه بشر. تساءل الإمام النيسابوري قائلا من هو ذلك البشر؟ وأجاب على هذا السؤال وادلك 5 حاجات. 1، قيل كان غلاما لحويطب ابن عبد العزة واسمه عائش ويعيش، وكان صاحب كتب من التوراة. الشك راح على عايش ويعيش. 2، وقيل هو جبر غلام رومي كان لعامر ابن الحضرمي نصراني. ده إشاعة تانية. إشاعة تالتة، وقيل عبدان هما جبر ويسار كان يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر وقف عليهما يسمع ما يقرآن. 4، وقيل هو سليمان الفارسي كان غلام لفاكهة ابن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانيا. 5، وقيل قين يعني حداد بمكة اسمه بلعام. يبقى هنا ادانا 5 شخصيات بيدور حولها ايه الكلام. الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 325-35 يذكر مجموعة أخرى من الأسماء التي كان لها تأثير كبير على ثقافة النبي الدينية. ده هو بيقول كده الشيخ خليل، مما أفضى إلى هذا القرآن، وتضم هذه القائمة القسوس والرهبان والنصارى الآتية أسماؤهم. القس ورقة بن نوفل، الراهب بحيرة، الراهب سرجيوس،
الراهب عداس كلهم مسيحيين نصارى. هذه بعض آراء المفسرين والعلماء. واسمع، علينا ألا نتجاهل ذلك. عملا بمنطق القرن الحادي والعشرين العلمي لنبحث في هذه الأمور لنرى إن كانت صدقا أم كذبا. نعم. أما أن نرميها وراء ظهورنا بلا فحص فإني أعتبر أن ذلك جريمة، جريمة في حق العقل البشري. فالله أعطانا العقل لنفحص أسس إيماننا، لنعرف إن كنا نسير في الطريق السليم أم لا. ولهذه الآراء كلها مع احترامي هي مجرد اتهامات ولا تقطع بنتيجة محددة. ده ممكن يكون وجهة نظر سليمة، أنا احنا ما بنصدرش رأي من الآراء، لكن زي ما أنت لك رأي وغيرك له رأي وأنا لي رأي وده له رأي، نتشارك الآراء. هذه مقدمات ضرورية لابد أن توضع في الاعتبار اللي أنت بتقوله، ونحن نفكر بعقولنا الحرة، فليس هناك دخان بلا نيران. يعني الأشخاص الكمية الكبيرة دي ويقولوا أنه كده، وهو نفسه يعترف في القرآن أن ناس بتقول كده وناس بتقول كده وناس بتقول كده. طب بتفكر كده ليه أصله من أساسه؟ يعني تيجي أنا مثلا أقول الأستاذ محمد ده، الأستاذ محمد ده مثلا إيه أي جريمة؟ لا. طب يعني أنا بقول كده برمي كلام؟ لا، لازم يكون في هناك حاجة خلت الإنسان يفكر، اللي هو المبدأ بتاع ليس دخان بلا إيه؟ بلا نيران. نعم. مش واخد بالك؟ وبعدين تسمية أسماء بالذات، فكيه وبلعام وعداس وورقة بن نوفل وحيرة الراهب، دي أسماء كانت موجودة فعلا. نعم. وتسميتها بالاسم شيء رهيب. التساؤل الخطير بقى هو إيه بقى؟ إيه هو الرأي الصحيح؟ الفاصل. هل حقيقة كان القرآن وحيا من عند الله كما قال النبي، أم كان فعلا من إملاء هؤلاء الناس كما قال هؤلاء المعاصرون للنبي محمد؟ ما اللي كانوا عايشين أيامه بيقولوا هو كده، يعني بيشوفوا يروح هنا يقول لك ده بيتعلم من هنا، بيشوفوا ده يقول لك بيتعلم من هنا، طب هو إيه بالضبط؟ وإني أعتقد أن الحكم الفيصل في هذا الأمر هو ما قاله النبي نفسه في القرآن في سورة النساء آية 82، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو ده وحي نطبق عليه بقى إيه؟ الميزان والتقييم. إن كان القرآن فعلا من عند الله فإننا لا نجد فيه اختلاف بين آياته. وأنت تقول بكل هذه الاختلافات دي حتة، وبعدين الناسخ والمنسوخ ما ننساش اللي 62.28% من القرآن ناسخ ومنسوخ، حاجات اتقالت واتشالت، حاجات آيات نزلت واتلغت، آيات نزلت واتنست، زي بالضبط الغرانيق العلا اتقالت واتنسخت، وزي رضاعة الكبير اتقالت واتشالت، واخد بحدك؟ نعم. طب دي تغييرات واختلافات كتير كتير كتير، فالإنسان يفكر من هذا المنطلق. إذن بناء على هذه الحيثيتين المنطقيتين نسأل أحبائنا المسلمين، ما رأيكم؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاختلاف أهو يبقى إيه ده؟ من عند الله ولا لا؟ هل هو أساطير واتقالت؟ سؤال كبير وعلامة استفهام. نعم. المرة دي مش قد الاستوديو، علامة استفهام المرة دي قد الدنيا كلها. سؤال. نعم. كبير قوي. نعم. أنا أشكر الله فقد دعوت من قلبي أن يغفر لي ذنبي ويقبلني كما قبلته، ولكني لا أعرف كيف أتعامل معه، فهو الدبيان الجبار، وأنا بصراحة كنت أؤدي الفروض المطلوبة مني لمجرد إرضائه. هذا ما قاله أحد المشاهدين، ولكن الآن أريد أن تكون بيني وبينه علاقة جديدة، فأرشدوني كيف. بالضبط،
ده أنا بشكر ربنا من أجل النتائج المثمرة الحقيقة يعني. نعم. البرامج اللي فاتت كلها ما شفناش الكم الهائل من الجوابات، كانت بتيجي جوابات لكن مش بهذا الكم الهائل. فأنا بشكر الله من أجل التأثيرات اللي تغير واللي قبل واللي عرف، دي حاجات جميلة ورائعة. نصيحتي أن الكتاب المقدس يقول أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. فأنا أتعامل مع ربنا على أنه أبويا، لو قبلته ما خافش منه. ربنا الديان بس مش النهاردة، اليوم يسوع شفيع، بكرة هيبقى قاضي. أنا أستفاد بمحبته النهاردة ومساعدته ليا عشان يخلصني، زي المدرس قبل الامتحان بيساعدك وعايز أعرفك كل حاجة، لكن يوم الامتحان هيحكم عليك ويقيمك. طب ليه ما نستفادش من ربنا؟ أب حنين قال لا أعود أسميكم فيما بعد عبيد بل أحباء، لأن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، وقال أكون لهم أبا وهما يكونون لي ابنا، بنين وبنات. نعم. فإذا أنا أستغل علاقة البنوة بيني وبين ربنا وتعامل بمحبة مش بخوف. نعم. فللمشاهد وللسائل وصاحب الخطاب بقول له اتعامل مع ربنا على أنه أبوك، هتجد حب كبير أوي. أمين. شكرا جزيلا. احتاجش. ونلتقي بك مرة أخرى. أعزائي المشاهدين، كل ما سمعناه في الحلقات الماضية وهذه الحلقة يقول لنا أننا لا نتكلم عن الدين، لأن الطريق إلى الله ليست بالدين، لكن الطريق إلى الله هي في شخص المسيح وحده، الذي يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. شكرا لاستماعكم، وأشارك معكم بعض الآيات في ختام هذا البرنامج. حد عن الشر وافعل الخير واسكن إلى الأبد، لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه، إلى الأبد يحفظون. شكرا لكم، وإن أردتم الحصول على نسخة من الكتاب المقدس أرسلوا لنا على العنوان الذي ترونه على الشاشة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا.